القرآن الكريم وصل القرآن الكريم إلى الأمة محفوظاً، وقد اجتهد العلماء في تسهيل حفظه وتلاوته اجتهادات كان من أبرزها تجزئته إلى 30 جزءاً، يبلغ عدد صفحات الجزء الواحد قرابة 20 صفحة، ليتمكن القارئ من ختمه في كل شهر، لا سيما في شهر رمضان المبارك. الجزء 25 من القرآن الكريم. اسم الجزء. يسمى الجزء 25 من القرآن الكريم بجزء من عمل صالحاً لافتتاحه بهذه العبارة. بداية الجزء. يبدأ الجزء 25 بالآية 46 من سورة فصلت بقوله تعالى: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. خاتمة الجزء. ينتهي بالآية 32 من سورة الجاثية بقوله تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا. عدد سور الجزء. اشتمل الجزء 25 على 5 سور: 8 آيات من سورة فصلت، سورة الشورى كاملة، سورة الزخرف كاملة، سورة الدخان كاملة، و32 آية من سورة الجاثية. عدد آيات الجزء. بلغ عدد آياته 241 آية. زمن نزوله. نزلت أغلب آياته في مكة المكرمة. أشهر قصص الجزء. تضمن الجزء 25 من القرآن الكريم جملة من القصص، من أبرزها قصة الصحابي طلحة بن عبيد الله، قصة فرح الله تعالى بتوبة عبده، قصة الدخان، قصة الرجلين العظيمين، قصة فرعون مع بنت إسرائيل. أجزاء القرآن الكريم. قصة الصحابي طلحة بن عبيد الله. جاء في تفسير الطبري: اجتهد المشركون في مكة في صد الناس عن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وخلصوا إلى أن يرسلوا عظماءهم إلى من آمن من سادات قريش كأبي بكر وعثمان ليجادلوهم ويصدوهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا طلحة بن عبيد الله إلى أبي بكر الصديق، وقد كان أبو بكر من السابقين إلى الإيمان. فأتى طلحة أبا بكر ودعاه للإيمان بدين قريش وهو عبادة الأصنام، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إلى ما تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزة. وما اللات؟ ربنا. وما العزة؟ بنات الله. فمن أمهم؟ فسكت طلحة فلم يجب، فقال طلحة لأصحابه: أجيبوا الرجل. فسكت القوم، فعلم طلحة أن دين قريش دين باطل لا حجة له، فقال: يا أبا بكر، أثبت على دين محمد، وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فأنزل الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن
نقيد له شيطانا. في قصة إيمان طلحة مقارعة للحجة بالحجة وتسلسل منطقي لذوي العقول الراجحة ليحددوا توجهاتهم ومعتقداتهم. ومن التلاوات المعبرة عن هذه المعاني تلاوتها على مقام الرصد الشرقي، فهو يمتاز باتساع فرص التعبير وتنوعها مع إمكانية التنويع بين طبقات الاستهلال والاستقرار بما يتناسب مع تصاعد الحوار. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإن فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أجزاء القرآن الكريم. قصة فرح الله تعالى بتوبة عبده. جاء في تفسير الطبري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه العطش والحر قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه
فإذا راحلته عنده عليها زاده وطعامه وشرابه. فقام فرحاً بعودة ضالته، فقال يريد شكر الله: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ في القول من شدة فرحه، فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. في آيات فرح الله بتوبة عبده جرعة روحانية عالية يمتزج فيها إيمان برحمة الله تعالى وعفوه عن عباده الذين رجعوا إليه. وقد تلاها كثير من المرتلين على مقام الحجاز ذي الطابع الشجي الذي يمكنه إيصال أحاسيس الخشوع والورع والتعظيم لمكانة الله سبحانه وتعالى. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أجزاء القرآن الكريم. قصة الدخان. جاء في تفسير الطبري: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال: إني تركت رجلاً في المسجد يقول في تفسير هذه الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. إن الدخان يكون يوم القيامة، فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. فغضب ابن عباس وكان متكئاً فجلس ثم قال: من علم منكم علماً فليقل به، ومن لم يكن يعلم
فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول إلا لما لا يعلم الله أعلم. وسأحدثكم عن الدخان. إن قريشاً لما استصعبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأ عن الإسلام قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع، فأنزل الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، استسقي الله لمضر. فاستسقى لهم فسقوا. فأنزل الله: إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون. أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم. فأنزل الله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فانتقم الله منهم يوم بدر، فقد مضى البطشة والدخان. في قصة الدخان قسم إلهي بالقرآن الكريم، وفيها من صفات الله عز وجل وقدرته ما يفحم المكذبين. ومن القراءات المميزة لهذه المعاني تلاوتها على مقام الصبا الشرقي الفائق العاطفة والحنان، والذي يمكنه إيصال المعاني الروحية المستفيضة مع إمكانية التصاعد المعبر عند الانتقال لمعاني القدرة والإعجاز. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم
تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون أجزاء القرآن الكريم الدعاء مخ العبادة ومصدر السكينة والسعادة به تطمئن القلوب وتفتح الدروب لمرضاة علام الغيوب اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا فرجت عنا بسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا بسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا اللهم ربنا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا اللهم ربنا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضي يا رب العالمين لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد